اقتحم محتجون مبنى البرلمان الليبي في العاصمة طرابلس للمطالبة بحل المؤتمر الوطني العام، وأطلقوا الرصاص فأصابوا 2 من النواب واعتدوا بالضرب على آخرين. ويحمل الكثير من الليبيين المؤتمر الوطني العام والحكومة المسؤولية عن حالة الفوضى المستمرة بالبلاد بعد 3 أعوام على الإطاحة بمعمر القذافي. لا أؤمن بحاجة اسمها مؤتمر وطني الآن إطلاقا. فالمؤتمر الوطني من يوم 7/2 إنها استنفذ كل صلاحياته وكل وقته ومساحته الزمنية من يوم 7/2، فقراراته كلها باطلة. وفي الهجوم على البرلمان، قال متحدث باسم المؤتمر الوطني العام إن عشرات المحتجين اقتحموا المبنى واعتدوا على النواب فأصابوا عددا منهم، وقال شهود إن بعض المحتجين الشبان كانوا يحملون سكاكين وأنهم دخلوا المبنى وضربوا بعض الأشخاص وألحقوا دمارا بالأثاث. ووافق أعضاء المؤتمر الوطني العام على إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام بعد غضب شعبي عارم بعد محاولتهم تمديد تفويض المجلس الانتقالي الذي انتهى في 7 فبراير الماضي. وتبذل الحكومة الليبية الضعيفة وجيشها الوليد جهدا لسيطرة على المعارضين السابقين المناهضين للقذافي والمسلحين تسليحا جيدا وعلى الميليشيات الإسلامية. والجمال رويترز.